السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الفيديو خطير جدا واللي كيأكد من خلاله واحد البائع ديال الدجاج الحقيقة اللي مخبية على المغاربة هو علاش شكون هما اللي كيخليو الدجاج كيغلى بغض النظر على كلفة الإنتاج ولا كلفة البيع، ولكن كاين واحد السبب حتى هو رئيسي. المشكلة حتى واحد ما كيبغي يدوي عليه، مع كامل الاسف ما كاين لا مراقبه ليديك لا يخليك، ما كاين حتى شي حاجه من هذا القبيل. الحكومه ما دايراش خدمتها بكل صراحه. المغاربه ولاو واكلين الشحط، بهذه العباره واكلين الشحط واكلين العصا، حتى واحد ما كيديها فيهم، ما مخلينهم عرضه للمزايدات. كيف غادي تسمعوا غتسبعوا السبب الحقيقي علاش واحد الفئه كتربح 5 دراهم في الكيلو بدون وجه حق. نخليكم مع الفيديو ونعلقوا عليه. اللي قلت الحقيقة هاني اليوم أصبحت بلا عمل، بلا عمل. أن الجمعية ديال موالي الجمعية تفوقتي اللي مربي الدجاج بتشيرة والمناخرتين ديالها حرضوهم باش ما يخوش لي الدجاج، باش ما يخو لي الدجاج. علاش؟ باش يبيعوهما باش يبغاو ويشرو باش بغاو. أنا قلت دابا هاد السيد فضحهم وداروا عليه النقابة أنه ما بقاش كيعطيوه السلعة. علاش؟ لان فضح واحد الامر خطير جدا. علاش الدجاج كيغلى باش كيوصل لعند المواطن؟ شكون هو اللي كيسبب من غير كما قلنا كلفه الانتاج؟ داكشي باش تبيع الدجاج في الفارم، يعني البارح تبع الدجاج في شيشاوة والناحيه مراكش ب 21 درهم 20 درهم ونص، وكان اللي شاري غير ب 20 درهم، اللي خرج لبرا بعيد من الطريق وداكشي شاري ب 20 درهم وجابوا لهنا لاكادير. شحال وصل لاكادير؟ اكادير فرقوه به ب 26 درهم. ايوا وشحال كيتباع للمواطن؟ والمواطن حنا كنبيعوه على درهم ونص، يعني يتباع ب 27 درهم ونص، يعني 550 ريال باش بعناه حنا البارح. حنا كامول الحانوت كتخوي 100 كيلو كتبيع على درهم ونص، وموزيع كيجيب جوج طون كيبيعها على 6 دراهم ولا 5 دراهم، وكينوض مع الربعه ويشارجي جوج طون، وكاين اللي كيمشي حتى لسته طوان، كاين اللي عنده 5 طوموبيلات. وعلاش هاد الناس ما عجبتهمش هاد الهضره؟ حيت انا كنقول الحقيقه. واش هما يعني كيغليو على المواطنين؟ هما دابا خصهم يدوا اللي بغاو. دابا شحال كيزيدوا على المواطنين؟ دابا هما اش دايرين؟ دايرين بحال قلتي بالريح ديالهم اللي كيقول لهم اليوم شحال باش غاتبيعوا. دابا هاد السيد كيأكد بأن هذا بائع الدجاج، كيأكد أن الموزعين ديال الدجاج كيربحوا 5 دراهم في الكيلوغرام. تخيلوا أن الدجاج كيخرج من الفيرمات بواحد 18 درهم وكيوصل عند المواطن ب 27 درهم. تخيلوا 27 درهم ل 18 أو 20 درهم، كتزاد 7 دراهم في الطريق فقط، كيربحوا 5 دراهم من الفوق. صاحب الدجاج اللي كيبيع الدجاج كيربح درهم ونص، هما كيربحوا 5 دراهم. تخيلوا كيبيعوا كرو كيبيعوا الجمله وفي نفس الوقت كيربحوا 5 دراهم. هذا كنسولوا الحكومه اين المراقبه؟ هذا راه عبث، هذا راه عبث بالمواطنين، هذا راه سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه، هذا راه ينوض الفوضى، ينوض الصداع في جميع المجالات. ولينا كنشوفوا خنوشات صغار بكل صراحه، كما كنقولوا هذا بالشعبويه والعشوة بشعبويه باللغه الشعبويه. احنا كنشوفوا كل واحد اخنوش، كل واحد داخل اخنو، كلشي باغي يربح. دابا الموزعين كيربحوا 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد. تخيل موزع كيبيع الاطنان الحموله ديالو، اي عنده حد شويه الصاير الى اخره، ولكن راه كيبيع الاطنان، راه هو كيوزع على المحلات التجاريه وما كيبيعش للوحده ولا للدجاجه، راه كيبيع بالكيلوات، كيبيع الكميه. ولكن مع كامل الاسف كنشوفوا ان ما كاين حتى شي تدخل، وحتى المواطنين لا يبالون بكل صراحه. ما الدنيا هانيه، كل يوم كيصيفط لهم ميساج وكيقول لهم اش باش غيتباع الدجاج. ملي كيشارجيو كيطحنوا المربي حتى كيطحنوا يشارجيو عنده، يخرجوا من عنده 8 الصباح ولا 7 الصباح كيلوح لهم هذاك البراح ديالهم ها شحال باش تبيعوا الدجاج اليوم. يعني هذا لو كاين لوبي، يعني متحكم في السوق. لوبي محكم في السوق، كاين لوبي هو اللي كيخرج لهم السوق وكيقول لهم ها باش تبيعوا اليوم. شحال كيديو تقريبا هاد الناس؟ شحال البارح داو 5 دراهم. 5 دراهم اللي شراو ما بين مراكش واكادير، والناس اللي شراو هنا في اكادير شراو ب 23 22 و 75 23 فرقوه ب 26، يعني 3 دراهم و 25 فرق. يعني نورمالمون شحال خصهم يديو؟ 6 دراهم درهم ونص. هذا هو يعني هما كيزيدوا 5 دراهم. هما كيزيدوا 5 دراهم، وانا كانوا كيخولوا لنا واحد الوقت على درهم ونص، على درهم. يعني انت فاش فضحتي هذه الحقيقه
بلاتي دابا هما كانوا كيقولوا لنا على درهم ملي غلات الوقت وغلى المازوط وقلنا ما كاين مشكل درهم ونص ولاو كيخو على درهم ونص ولكن في هاد الاواخر ولاو كيخو على 3 دراهم 4 دراهم اللي تسوق دابا الفوق مشى لمراكش يبيع طلع على 4 دراهم 5 دراهم واللي تسوق هنا كيبيع على 3 دراهم يعني ما ثلاثش قنعتهم درهم ونص ولا طوبلا حنا ملي جينا ندوي قلت لهم هادشي راه بزاف راه هادشي اللي كديروا راه ماشي معقول حنا راه بينا حنا اللي كندول لهم دابا دابا المربي والمدرياشه هما اللي كيدول لهم راه يعني المربي هو اللي كيغلي ومدرياشه حنا كندو درهم ونص كنخوي 100 كيلو فيها الخدام فيها الضو فيها الماء فيها الكرا فيها الضريبه فيها العدد المسائل فيها القاعد فيها واحد العدد المصاريف كنخوي 100 كيلو فيها 150 درهم في واحد العدد المصاريف هو كيخوي جوج طون عنده فيها 4 السوايع ولا 5 السوايع كيفك جوج طون كيدي فيها 9000 درهم 8000 درهم ويمشي ينعس مع راسو هادشي ماشي هادشي خصو يكون لحد حنا كن واش فهمتوا الاخوان والاخوات ان هذوك الموزعين فقط كيمشي يجيب من الفيرما ويحط عند مول الحانوت كيدي 9000 درهم ما هز ما حاط ما تعذب ما والو ما عنده خدام يقدر يكون عنده خدام ولكن بسيط ما عنده خدام اللي قار خاصو يخدم ليه ما عنده لا مال لا دول هما كيربحوا مالين الدجاج كيربحوا درهم ونص والانتاج اذا هذاك الموزع راه داخل كيربح 5 دراهم وهادشي راه بدون وجه حق لانه غروسيس لانه كيبيع الجمله هادشي راه لا يعقل ومع كامل الاسف ما كاينش تدخل السلطات وحتى المواطنين مع كامل الاسف ما كيهمهمش هذا الامر حنا ما كن المواطنين كننبهوهم في بلاص ما يبقاو تابعين تفاهات ولا تابعين والشينويه ولا مولينكس ولا هذا يركزوا على فيديوهات اللي كتهمهم باش يوصلوا حتى هما الميساج حتى هما يكون عندهم واحد القوه الضغط على المسيرين ديال البلاد وعلى الحكومه باش حتى هي تدخل وتكبح الجماح ديال ولا تكبح الجناح ديال هاد الموزعين وراه هاد الموزعين راه فين ما مشيتي اي منتوج اللي كيتوجه كاينين شي وحدين كيكونوا انترميديير وسطاء وسط السلسله بين المنتج والمستهلك ولا بين المنتج والبائع هما اللي كيبقاو يزيدوا فراه سبب هادشي لان كاين واحد الفوضى بكل صراحه كتلقى دائما واحد الناس بحال باردين الكتاف فقط اش كيديروا كيوزعوا او فقط كيكونوا كيشريوا من بعد كيكونوا وسطاء كيشري وكيعاود البيع ما كيخسر حتى شي حاجه وكيربح اموال طائله وكيكلف المواطن في الجيب ديالو وكيستنزف جيوب المواطنين وهذا الشيء غلا بقى بحال هكا راه غادي يؤدي الى ازمه اقتصاديه هما فقط بوحدهم اللي كيربحوا والناس الاخرين كيبقاو متفقرين نطلبوا مراقبه الاسعار الناس اللي عندهم رخص ديالهم باش يشدوهم يعني راه كل واحد كي عنده سياره ديالو راه عنده الرخصه ديالو باش يوزع الدجاج هاد الناس خصو يكون عليهم واحد المراقبه ويكون واحد الثمن شحال باش غادي يبيع الدجاج شحال يعني شحال يعني ما خصوش يفوت جوج دراهم ما خصوش يفوت درهم ونص في هذا الوقت هادي ما خصوش يفوت درهم ونص يعني هما كيزيدوا على المواطن هما كيزيدوا على المستهلك على المواطن دابا ملي كيزيد 5 دراهم ما بين الضيعه والرياشه شحال هذيك راه 5 درهم راه بزاف 5 درهم زياده على 2 على 20 درهم على هكا 6 درهم زياده على 20 درهم راه ولات 26 درهم هنا من جا هذا الغلاء هنا جا من الموزعين من الجا من 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 كما كيقولوا بيع وشريا يعني هما اللي خالقين هذا الغلاء هذا السماسيره هما هادو يعني واش كاينين السماسيره محكمين في السوق اي هما هادو السماسيره يعني فاش فضحوا دايرين السمسار ديالهم اللي كيقتل المربي ودايرين اللي يدير لهم السوق دايرين واحد كما كيقولوا البراح اللي كيقولوا هو معاهم وكيفرق حتى هو كيلوح لهم ميساج مع الصباح كيقول لهم اش باش تفرقوا الدجاج المهم راه في جميع المجالات كاينين لوبيات الفساد في جميع المجالات اللي تحط عليها يدك الاقتصاديه كتلقى لوبي الفساد مثلا بحال هذاك التصدير العشوائي والتصدير القوي اللي كيمشي لافريقيا وكيمشي لاوروبا في حين ان المواطنين محتاجين لهذوك النوع ديال الخضر وخصوصا احنا عندنا الجفاف ومع ذلك كتلقى ملايين الشاحنات تذهب الى افريقيا من اجل باش نوكلوا افريقيا علما اننا احنا في واحد السنه ديال الجفاف كنلقاو دائما هنا هادو ريع وفساد في جميع الاتجاهات وجميع الاصعد ولا حياء لمن تناد
لا حياة لمن تنادي. حتى واحد ما كيدوي، حتى واحد ما كيتكلم، فقط ناس بحال مبنجين بلاص ما يدويو على حقهم بطبيعة الحال، فقط يوصلوا غير المسؤولين الصوت ديالهم باش يقولوا لهم كفى من هذا الاستهتار، كفى من انكم تبقوا تستهتروا بالمواطنين وبجيوبهم، ورا الناس تكواو بالغلاء هذا اللي ولا فاحش جدا. هما محكمين في السوق لوبيات، هادو هما اللوبيات، يعني مافيا، مافيا مافيا كتنوض كتبات كتبات سهرانه كتصيد المربين كتشري عنده باش بغات، وفي 8 الصباح كيلوحوا الثمن اللي بغاو، وحنا كيتحكم علينا ما عندنا ما نديرو، عندنا حاكمين عليك كيجيبوا لي الدجاج كيوحلوا كتقول انت راه عند الناس راه كيجيبوا، ما كنجيبش الخبار، ولكن ملي ولينا كنجيبوا الخبار ولينا كنجلسوا مع المربين ولينا في الجمعيه ديال المربين ولينا كنجيبوا الخبار شحال باش كيتباع الدجاج، كنلوحوا مولي الرياشات كنقول لهم شحال باش تباع الدجاج اليوم، قالوا لي علاش تقولها ما تقولهاش ما تقولهاش ما تقولش اسيدي شحال باش تشري، يعني خافوا يتفضحوا باش ما يتفضحوا، وانا دابا راه من خلوني بلا سلعه، وهذا الشيء كيديروه ليا من 2003 ماشي من الان، من 2003 كنربي الدجاج وكيخلوه ليا ما كيشارجيو عندي. واش حتى واحد ما بغى يخوي لك السلعه اليوم؟ لا حتى واحد ما بغى يخوي لي السلعه، داروا الحصه، ولدي كيخوي معاهم منعوهم يخوي ليا، حتى هو منعوهم يخوي ليا إيه؟ علاش معاهم في المافيا؟ واش شي ماشي كنطلبوا واش ولدك حتى هو؟ لا ولدي معاهم في المافيا ديال الجمعيه حتى هو، لا هو كيشارجي وكيوزع. حتى ولدك حرضوا عليك؟ حتى ولدي حرضوا عليا. لا حول ولا قوة الا بالله. علاش؟ قالوا لي باك ما بغى يدخل سوق راسو، باك ما خلناش نبيعوا نشرو كي بغينا، باك كيقول كيفضحنا، وانا هادشي مسؤول عليه انا. المهم هادشي ديال اللوبي الفساد اللي كاين، هاد اللوبي الاقتصادي راه خطير جدا وفي جميع المجالات، وخاص محاربة ديالو، خاص محاربة ديالو بالفعل، لان هاد الشيء هو اللي كيخلي الغلاء في جميع المنتجات، هو اللي كيخلي هذاك المواطن حير ما عارفش فين يصد ولا فين يرد، ما كيعرف حتى شي حاجه، وراه هذاك اللوبي الفساد كما كيقول هاد السيد، هذا في الدجاج تقدروا تلقاوه في اشياء اخرى وفي مواد اخرى، وضروره كاين في السمك، فين ما كتلقى دائما كاينين اللوبيات اللي متحكمين. علاش الدوله ما كتحارمش؟ علاش الحكومه لا تحارب بحال هاد اللوبيات؟ حاربهم، عندكم الرخص ديالهم كتعرفوهم شكون هما، حيدوا لهم الرخص وطلعوا شباب اللي باغي يخدم وباغي واللي اللي كتهمو الوطن وكيهمو البلاد وكيتهمو اوامر سيدنا وكتهمو التعليمات ديال صاحب الجلاله اللي كيحب هاد البلاد، وحنا كنحبوا هاد البلاد وما نخليو حتى شي واحد يضيق على المواطنين. شكرا على حسن الاصغاء، كان هذا فقط واحد الفيديو توضيحي، وكنتمنى ان المعلومه تكون وصلت، كنتمنى ان هذا راه ماشي داخل في اطار تافهه، هذا داخل شي حاجه اللي كتهم المواطن، وخصوصا ان المواطن البسيط هو اللي اكتوى بحر هذه الاسعار، وكاينين مع كامل الاسف اللي كيستغلوا هذه الفرصه، وكاينين الناس اللي عندهم الجشع في الدم وباغيين يربحوا على راسهم وما عارفش باغي يديروا، في الاخر فلوس الحرام راه كتمشي في الحرام، وهذا الشيء راه نوع من انواع الربا والعياذ بالله. شكرا على حسن الاصغاء.